نروح لمحطتنا اللي فيها مساحة مميزة رح نحلق فيها بالعالي مع نشاط وبصمة مميزة ضمن معرض دمشق الدولي لنادي الطيران الشراعي السوري مع إطلاق المونتاج الهوائي تخليداً لذكرى الحدث وأنشطة النادي أيضاً ومشاركاته وتحضيراته مع الكابتن طارق سعدة مدير نادي الطيران الشراعي السوري. يسعد صباحك يا أستاذ طارق. صباح الخير يا أستاذ. يسعد أستاذ طارق وصباح المعرض. بداية خبرنا عن فكرة إطلاق المنطاد خلال أيام المعرض. نحن الفعاليات اللي عم تصير بسوريا دائما بنحاول نشارك باي شيء، اما بمنطاد شراعي، بمنطاد حراري او بطيران شراعي. دائما كانت الدعوه من وزير السياحه دستور لانه نشارك في المعرض، ودغري يعني جهزنا الفريق وبعثناه ليشارك في المعرض لانه شغله كثير بتعطي افق للعالم كله، انه الحمد لله ان شاء الله امورنا بخير ورح ترجع سوريا مثل ما كانت واحسن باذن الله. تمام. يعني كابتن طارق، في رسالة من الحدث هذا، شو الرسالة يلي كان بدنا اياها توصل لكل العالم من هذا الحدث ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي؟ رسالتنا ان شاء الله انه نحن بعد ما توقفنا عن الطيران 5 أو 6 سنين رح نرجع نصير مثل الاول بامان وسلامة بلدنا اللي نحن بنحبه كثير وبنعشقه. هذا البلد اللي اعطانا الامان سابقا رح يرجع يعطينا اياه من اول. نعم كابتن طارق، خلينا نحكي لك عن انشطه نادي الطيران الشراعي السوري اللي تاسس عام 2010 2007 2007 2007 اسسنا نادي الطيران الشراعي السوري وعملنا حصه تجمع للمناطق الحراريه بالوطن العربي، شارك 50 منطاد طرنا فوق تدمر وفوق الشام. نعم. ورجعنا عملنا تجمع ثاني ب 2009 لطيارين شراعيين، جبنا 150 طيار شراعي من كل انحاء العالم، وحاليا عم نجهز لعمل جديد رح يكون باللاذقيه ان شاء الله بمطلع السنه الجايه، رح يكون حوالي 50 منطاد رح يجيبوا فوق اللاذقيه باذن الله. نعم. يعني كابتن طارق، خلينا نحكي عن أهم المشاركات يلي شاركتوا فيها، ويعني بشو تميزت؟ نحن عم نشارك، ما توقفنا أبدا، عم نشارك في المهرجانات العالمية من حوالي 15 يوم. كنا مشاركين في أكبر تجمع للمناطق الحرية بالعالم في فرنسا بمنطاد باسم النادي طبعا. كان بالتجمع 500 بالون بالتجمع من كل دول العالم، وحاليا بعد كم يوم عندنا مشاركه بتجمع طيران شراعي بمراكش بالمغرب، وبعد فتره كمان قريبه رح نشارك بتجمع الطيران الشراعي ان شاء الله. نعم. نحكي لك عن كابتن طارق عن الانجازات كمان بنادي الطيران الشراعي. نادي الطيران الشراعي السوري من 2007 لهلا ما في سنه ما بيشارك بتجمع. نعم. يعني قلت لك اهم شيء عملناه نحن كان من 2007 هو اكبر تجمع المناطق الحراريه بالوطن العربي، 2009 ملتقى الطيران الشراعي في دمشق، 2010 كمان ملتقى الطيارين والباراجلايدر في دمشق. يعني على صعيد شخصي انا كنت رئيس لجنه التحكيم بالعين اير شو في الامارات العربيه، حاليا عضو تنظيمي في الاتحاد الفدرالي للمناطق الحراريه. عم نحضر لشيء كثير كبير على مستوى اوروبا طبعا، رح يكون ان شاء الله بسوريا السنه الجاي او بنهايه السنه بالضبط ما بعرف كيف، رح يكون هو ملتقى للطيارين المناطق في العالم رح نعمله بالتعليم ان شاء الله. يا رب مثل ما بدنا يعني احسن ان شاء الله يا رب. اكيد كل شيء بتقوموا فيه يكون طبعا على قدر من النجاح، وبنفتخر اكيد فيكم. بدنا نتشكر وجودك معنا ضمن الاتصال الهاتفي الكابتن طارق سعدة مدير نادي الطيران الشراعي السوري. شكرا. شكرا.
كسر القناة، كسر وزارة السياحة لأنه داعتنا وخلتنا نشارك في هذه الفعاليات. والشكر موصول لحضرتك كابتن طارق، أكيد إن شاء الله هيك بالتوفيق بنادي طيران الشراعي. شكرا لوجودك معنا عبر الهاتف من فرنسا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا لك.